طب اسمعي بقى هو بيقول ايه. نزلوه. هعيش معاها ليه؟ عشان بتصرف عليا زي ما بتقول؟ هي علا على اخرتها هتصرف على راجل؟ طب علا بتخاف تصرف الدولار، خاص تصرف الجنيه. علا من حد اللي هم البخلة جدا جدا جدا. انا طبعا ما قلتش الكلام ده قبل كده بس هضطر ان انا اقوله. علا بخيلة جدا، يعني نقدر نسأل العمال اللي عاشوا اللي اشتغلوا مع علا ويعرفوها كويس. يعني علا بخيلة جدا. طب ماشي تمام سيادتك. يعني هل التصريح اللي هي قالته زي الصحاب ام زي الازواج؟ احنا كنا زوجين عادي خالص. حياة يعني زوجية متكاملة؟ متكاملة كاملة متكاملة. امال ايه؟ 7 سنين اللي فاتوا كنا متكاملين لغاية لما علا نزلت مصر هنا لغاية شهر 10. وايا كان ايا كان يعني انت هتعيشي مع واحد ليه 7 سنين؟ يعني متجوزين من 2005 ده فتره كبيره. 17 سنه جواز. 17 سنه انت عايشه معايا بتمثلي عليا عشان ايه؟ عشان توصلي لايه يعني؟ ماشي. هي بتقول ان انا حد بيتصرف عليا بقالك 17 سنه بتصرفي على راجل. جبتي الفلوس دي منين؟ عايشه معاه وبتمثلي عليه. انا مش عاجبني فكره انك تحطي الفيديو وانا قلت لك ما بحبش اشوفه. انت شفتيهوش؟ انت دورتي وشك؟ اه بس سامعه صوته. ايوه بس انا لازم اعرف والناس لازم تعرف الحقيقه. لازم إيه؟ تردي. الكلام ده كله كذب. ردي وقولي الحقيقه. اوكي. آه هو بيدعي ان انا بخيله. اوكي انا بخيله. عاش معايا ليه؟ انا فيا كل العيوب اللي في الدنيا. هو ليه مش عايز يسيبني؟ هو انا ليه حاسه اني كاني بشيل اراده؟ ليه الفضايح دي؟ ليه المناظر دي؟ ليه ما كنتش ابقى بطلق في سكوت بشياكه زي اي راجل محترم؟ بنسمع زيجات كتير جدا بينفصلوا وبيسيبوا بعض في منتهى الهدوء. يعني دي اسمها شرشحه؟ اسمها فضايح. ايه 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 ده؟ وحضرتك بقى عايزاني ارد على الفضايح دي؟ ارد بايه؟ ارد باني اتكلم في فضايح تانية؟ انا مش هنزل لهذا المستوى المتدني. انا اسفه بس هو ده انا ما اقدرش ابقى قاعده. يعني انا جيت واحنا متفقين ان احنا مش هنتكلم في الموضوع ده اوريدي. قلت لي بس هنسال سؤالين علشان في ناس عايزه تعرف حاجات كتير. لا دول مش سؤالين. دول مش سؤالين. سؤال. انت اجبرتيني اني اسمع صوته اللي انا مش عايزه اسمعه اصلا. لا ما اجبرتكيش. لا اجبرتيني. اما تنزلي لي اسمع صوته. بس ما انت كانك بتروجي لاكاذيبه. لا بالعكس. وبعدين انا يا ستي مش هصرف على راجل. ما هو ده اللي انا عايزه اساله لك. انا يا ستي ما بصرفش على حد. بتصرفي على راجل بصرف ليه؟ عليه ليه؟ هو اصغر مني. مش انت اللي قلتي واحد اكبر مني ب 15 16 سنه انا اصرف عليه ليه؟ مش انت اللي قلتي انا كنت بديله 7000 دولار كل شهر؟ لا ما قلتش 7، قلت 4. 4 بلس عربيته والانشورنس بتاعه. يعني كنت شفتي بقى ان احنا دخلنا في فضايح. يعني كنت بتصرفي عليه؟ بديله مقابل شغله. امال هو قاعد في امريكا بيعمل ايه؟ هو كان شغال عندك؟ اي مش شغال عندي بس شغال في الشركه بتاعتي وبيعمل اللي انا طالباه. انا اسفه يعني. طيب سؤال، هو كان يعني وضعه المادي ايه يعني؟ مش عايزه اتكلم في الموضوع ده من فضلك بليز. وضعه المادي ان هو هو ما كانش معاه فلوس. هو بيقول انا غني وهي متجوزاني وانا غني. حلو قوي. فين بقى الشبكه والمهر ومش عارف ايه؟ مهر ايه؟ انا مهري وشبكه مش عارف كام الف دولار. مهر جنيه. بصي طيب مهر. مش عايزه ابص تاني. مش هو ده خبر حبيبتي؟ اوكي ما انا قريت الاخبار دي. الخبر بيقول ان انا عندي شبكه ب 170 الف دولار. لا امال بكام؟ مش ده اللي عايزه اقوله لك. نزل الخبر. النيابة تأمر بضبط زوج علا غانم بسبب غش البنزين. شفتي بقى؟ طيب عنده محطات بنزين في مصر يعني راجل غني. لا يا شيخة. وكان عنده سلسلة مطاعم في أمريكا. مفيش سلاسل. كل ورقص. كل ورقص مين دي؟ أنا مالي؟ ما هو اللي قال كده. أنا قابلته في أمريكا قال لي المطعم ده كان بتاعي وبعته.
وكانت المحطة دي بتاعتي وبعتها من سنتين. ونزل مصر يعني ما عملش أي حاجة غير إنه أجر محطة، وهو أديكي شايفة الخبر اللي نزل ده بعض الأشياء اللي أنا ما كنتش أحب أتكلم عنها، بس أنتوا اللي بتجيبوا الأخبار دي. أوكي. ودي كانت فضيحة كبيرة يعني. كانت فضيحة ليكي لأنه زوجك طبعا محسوب عليكي، صح؟ طبعا. عملتي ايه وقتها؟ مش عايزه اتكلم في الحاجات دي من فضلك. وانت مش عايزه تتكلمي في حاجه خالص؟ مش عايزه اتكلم في حاجه خالص. احنا اتفقنا ان انت هتتكلمي شويه ونوضح للناس كل ده شويه حقايق. عايزه تطلعي انت يعني انا عايزه اعرف هو مجني عليه وانت جاني. هو غني، هو غني. حد يقول لي فين فلوسه طبعا عشان اعرف اخد نفقه مثلا في امريكا يمكن. فين ده؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انا زي ما بقولك مفيش. بيودي فلوسه فين؟ ما عندوش فلوس. طب عشان هو يمكن هو يمكن. طب اتجوزتيه ليه؟ واحد كان متجوز قبلك مرتين، عنده اولاد. لا ثلاثه. ثلاثه عنده اولاد من ديانات مختلفه، عشان تعرفي ان انا عندي كل حاجه. طيب عشان كده انا ما رضيتش اقف في الصف. انت مش يوم الفرح قلتي انا بتجوز امريكاني خالي من العقد؟ لا انا ما قلتش الجمله كده بالظبط يعني، لان هو على فكره مش امريكاني ومش خالي من العقد، هو مصري صميم. يعني هو من السيده زينب ومصري صميم وعنده ولاد مصريين وعنده ولاد امريكان من اختلاف الديانات. كل دي زيجات؟ زيجات. زيجات. طيب برضه هسألك سؤال، يعني اللي خليكي مضطره؟ ده انت علا غانم. ما كانتش في حاجه مخلياني مضطره، كنت شايفه واحد بيحبني وبيخلي باله مني. الكلام اللي انا قلته بقى في الفيديو اللي انا بقول لك انا اقتبست. انا كنت كذابه؟ ايوه انا اقتبست كل اللي اتقدم لي في اول سنه جواز. لا مفيش اول سنه، اول كام شهر اقتبست ده كله وقلته في اللقاء مع. ايه اللي كان مخوفك من المجتمع انك انت تقولي الحقيقه وعكس الكلام اللي قلتيه؟ كنت نفسي اتطلق في هدوء وبشياكه. انت معروفه عنك يا علا ان انت ست جريئه ومواجهه للمجتمع وللحقائق، ده حقيقي عنك. ايوه. ليه هنا ما كنتيش علا؟ ما هي لو كانت حاجه حلوه كنت زماني قلتها، انما للاسف حاجه تكسف. هي الجرأة عندك في الحاجه الحلوه بس؟ حاجه تكسف، حاجه تكسف، حاجه تعر يعني.